ركز يا هامولة في مضموني. انت ابيض وعطلطل اسود بس انا مش محتاجه مناقشه. هملت وعطلكم سالوني انا قرش لكن حسي فريد حبي ورومانسي واسمي وحيد وبصور فيلم قديم وجديد ابيض في اسود منقوش نقشه. حاولتوا تهربوا مرة تانية هخلي الكلاب اللي مربيها تنهشكوا. عاجبك كده الافتراء بتاع المفتري ده؟ مش واخد بالي. مش واخد بالك ازاي يا ابني؟ احنا المفروض اتنين مظاليم ولازم نهرب من هنا فورا. طب ما نهرب عادي. نهرب ازاي وانا معمول كده؟ معمول كده ايه يا عم؟ تطلع ايدك ما سهله جدا. وحياة ابوك. هي كده دي كده. الله. ايه يا ولاد الايه؟ وحياة ابوك لو هتهربوا خدوني معاكم. بس الصبح حرام عليك هتضيع الفيلم. انت حاكم دار السجن ازاي تهرب؟ وحتى ابوك دي لاصحابي وخليك جدع خليك جدع يا عم. عادي يا عم ده حتى الموضوع ده يخلي المتفرج يتعاطف. يا استاذ ازاي يا استاذ؟ لازم نسال المؤلف. انا المؤلف انا المخرج انا المنتج. العبي مقصله ده انت متقصله. اتفضل اكشن. لحظه واحده بيه. تعالى تعالى الرن ده في ايه؟ سكوا سكوا. انا مش في الفيلم. مش انت المخرج؟ انا مش في الفيلم. كل حاجه نفسي مرة ترجعوا لي من التصوير سلام. ياه النهارده بقى بالذات كان يوم كئيب كئيب كئيب. وإلا كئيب كان عايز يكتأتأ. وأنا ناقصة مش كفاية عليا أنتوا؟ أصل عبارة عندي كنا بنصور في السجن. السجن؟ الله. ويا ترى بقى السجن شكله إيه؟ يعني هيكون شكله إيه؟ سجن مليان قضبان وزنازين وكلاب. بس إيه؟ إحنا قدرنا نهرب بالسجن. ياي فانتاستيك. فانتاستيك؟ والسجن عندكم شكله ايه يا فانتاستيك؟ السجن عندنا في قبيلتنا عبارة عن زلعة. ايه ده؟ يعني انت كنت مسجونة؟ يا اخوانا قلتلكوا دي عفيتة رد سجون. وكان عليكي كم سنة سجن يا سوابق؟ 500 سنة. حد عايز سكر؟ لا عاوزين عسل. ايه ده يا جماعة؟ احنا كنا متسترين على واحدة خارج سجون؟ جون بينا نمشي. ايه ده انت مين؟ السجن الظالم الظالم عامل في السجن مظالم الظالم ضرب وتجويع وكلاب قطعت الشاب الهايم الظالم. انا شبه قلبي جسور وانا وبقيت انا ناس واهله
وكلابه قطعت الشب الهايم الصالح. تجر انت على الله دلوقتي وما تجيبش سيره لحد باللي حصل ده. حاضر. في حاجه في عيني. والله وجات راسك في الطين يا توفيق عبد الهادي. يا يا والله يا سعاده الباشا انا شفت الترقيه في المنام. اي والله شفتها في المنام. اصل انا بقى نظام الاحلام عندي. الف مبروك يا سعاده الباشا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا شلقاني. انت بتعيط يا شلقاني؟ حذف نفسي اقول نسيتك هتمشي وتسيبنا يا باشا. يا ترى على فين؟ سمعت يعني انك انت رايح الوزاره؟ لا 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 الكلام ده لسه بفاضل عليه كتير يا شلقاني. طب يعني سعاده الباشا مش هتاخد خدامك معاك يا باشا؟ ما تقلقش يا شلقاني، اي مكان هروح فيه هاخدك معايا ولو اني شغلك مش عاجبني اليومين دول. لا ما انا خلاص اتعلمت يا باشا. اي والله. لا شلقاني بقى كويس جدا دلوقتي يا باشا. والله انا ما سمحته الا علشان خاطرك يا صادق افندي. والله سعاده الباشا ده عشان وسح قلبك وسماحه قلبك ودمثة خلقك. شكرا يا صادق. الله يبارك لك. اتفضل يا صادق. لا لا معلش ما يصحش يا صادق. اتفضل يا صادق. ما يصحش. والله يلا خلاص اوكي تعالى. في حاجه يا شلقاني؟ كنت يعني طمعان في سيادتك يعني في خدمه صغيره كده. ايه عايز ترقية؟ لا ترقية يا باشا سيادتك خيرك مغطيني وزيادة. هو بس كان الواد الحارس حسنين عبد المولى يعني كان عايز يتنقل هنا. ليه ماله؟ أصل أهله كلهم من هناك وبلغوا إن أمه بتفيص يعني بتقلخ. بتفيص وبتقلخ؟ إيه رأيك يا صادق؟ والله يا باشا هي أمه بتملخ مش بتقلخ، لكن الولد ده فعلا حسن السير والسلوك. ايوه يا باشا انا بنفسي كنت ببعته الفيلا بتاعت سيادتك مع المذن احمد سالم لما النور كان بيتقطع هناك. النور اتقطع كم مره هناك؟ قول هو النور ولع كم مره؟ يظهر ان الوابور ادم. لا انت بتسيح يا شلقاني. ايوه والله يا فندم انا فعلا اخر مره اتصلت بيا الهانم انا اشرفت بنفسي على تصليح النور وما ولعش فعلا فرضه. ولا ايه حكايتك يا شلقاني؟ كداب يا سعاده البيه. شفته بنفسي يا باشا. خلاص 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 مش عايز اوجع دماغ انتهينا. بالنسبه لموضوع الفيلا والنور مش عايز سياح. وانا بنفسي الهانم هتطلق وهاخد اختها بنت حلال. والولد ده تقول له خلاص هنقله بلده يلا. يا سلام. احلى من الشرف مفيش. يا يا ربنا يخرب بيتك يا سعاده الباشا. شكرا يا شلام. ربنا يخرب بيتك يا سعاده الباشا. شكرا يا شلام. ربنا يخرب بيتك يا سعاده الباشا. اطلع بره يا شلامي. الواد ده ايه بيعمل معاك كده ليه يعني؟ شكله هيسيح وانا قلقان منه صادق. ابعت اي كلب وراه. اوكي اطلع بره انت كمان. مش هطلع بره. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. في ظابط اهبل كده يا راجل. الو ايه؟ لا الباشا نزل على مصر. اما يرجع بقى اقول مع السلامه سياد. بالمأمور بتاع المركز. يظهر ان النور مش هتقطع النهارده يا شلقاني. ربنا يسهل وتقطع يا باشا. الو ايه مين؟ لا النمر غلط. بطلب 17. 17 غلط.
الو. ايوه صادق باشا، صادق باشا، صادق باشا على السات. ايوه يا صادق، اتصرف اتصرف يا صادق. الو مين؟ ايوه يا ست هانم، ايه اللي اخر النور النهارده؟ النور اتقطع؟ طيب ابعت لك اللي بيصلحه. مع السلامه يا ست هانم. النور اتقطع يا باشا. طلبت منه الطلاق. لازم اشقه يا شلقامي. لا باشا بلاش. هشقه هشقه يا شلقامي. ده كلب زي سيادتك ولا ويسوى يا باشا. اوعى. مش اوعى يا باشا، سيادتك انت عارف انت وصلت المركز ايه دلوقتي بعد السنين دي كلها يا باشا. هعيد دبلوم تجارة وهدخل احسن كلية في البلد. والفضيحة يا باشا، مين في مصر كلها ما يعرفش سيادتك يا باشا. سيبنا نتصرف معاه، انا هجيب لك حقك اوعى ايدك. هتعمل ايه يا شلقامي؟ الكلاب هجوعها لمدة يومين، بعد اليومين دول محدش هيقطع السلك غيرك. اي والله. هات المسدس بتاعي. هات ابوك، هات المسدس بتاعي. ماشي. لحم خبط ولحم طقطق على الشاشة يا باشا مع طقطق. لحم خبط ولحم اسود، كل الافلام ابيض واسود. الدنيا هي ومش هي، عسل ابيض ساحه العسل اسود. ابيض اسود، ابيض اسود، ابيض اسود، ابيض اسود. اسم الفيلم، اسم الفيلم.